ومسيرة خير جديدة ومشوار طويل وبنكمل اللي بدأناه من سنين طويلة جدا جدا جدا. وما زلتوا جمهور عظيم، ما زلتوا بتنقذوا أطفال كتير قوي، ما زلتوا بجد مش كلام أي كلام ولا إنشاء، ما زلتوا بتحققوا المستحيل اللي محدش يقدر يعمله. النهاردة عندنا خبراء ألمان بيتعاونوا مع الأطباء المصريين، بيعملوا عمليات مرفوضة من جميع مستشفيات مصر، بينقذوا حياة أطفال اتقال لهم ملكوش حل، وبلغوا أهليهم إن هم يعني يحتسبوهم عند الله سبحانه وتعالى وما يفكروش إنهم يعالجوهم. ربنا كبير وعظيم وكريم ورفع البلاء، وانتوا السبب، انتوا الناس الجمال قوي 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 اللي عمري ما بطلب مساعدتكم ومش بلاقيكم. صحيح مش بالسرعه ومش بالكم اللي احنا محتاجينه، لان احنا من ساعه ما بدانا المبادره فقدنا طفلين، وانا ما كنتش عايزه يبقى عندنا اي خسائر. لو الفلوس اكتر والمساعده اسرع، انقاذ حياه الاطفال هيبقى اكتر واسرع، ومش هنفقد ولا طفل معانا. بترجاكم ومتأكدة انكم هتكملوا معانا المسيرة دي المحترمة العظيمة اللي بتبين قد ايه المصريين عظام. هتقولي المصريين عظام عشان بيعملوا عمليات بفلوس تبرعات، على فكرة دور المجتمع المدني او الجمعيات الخيرية او ده موجود في اغنى بلاد العالم، وفي مذيعات زي أوبرا وينفري وغيرها بنت برامجها وحب الناس على تقديم الخير للشعب الامريكي اللي المفروض عنده تأمين صحي وعنده. انتوا جمهور عظيم، ومن غيركم من غير شعب مصر ما ينفعش نعمل حاجة، ولا ينفع نعمر ولا نبني ولا نقف على رجلينا ولا نعالج ولا اي حاجة. انتوا كل حاجة والله العظيم. تعالوا نشوف معانا حوالي 14 طفل بين عمليات جراحة قلب مفتوح وقسطرة، أعمارهم بتتراوح بين شهرين وعشر سنين، أنقذتوا حياتهم. 14 ممكن يكون عدد مش كبير، ولكن 14 حياة، 14 أسرة، 14 طفل، بفضل الله بفضل الله بفضل الله أحيته. احنا جبنا بابا سارة عشان يقعد مع سارة. سارة هتعمل قلب مفتوح. سارة عندها ايه بقى؟ سارة كان بتعاني من حاجة اسمها انفلات رباعي في القلب. طبعا كانت عملت قبل كده وصلة شريانية، والوصلة دي طبعا اتسدت ما اشتغلتش على طول. بس فربنا كرمنا بقى بحضرتك لما اتصلتوا بينا تاني علشان البرنامج يشتغل تاني وكده. فجينا طبعا لما قابلنا حضرتك وقلت لنا هتتوه في مستشفى وادي النيل. طبعا مستشفى مستشفى المستشفيات المحترمه جدا، من يعني اعلى مستوى صراحه يعني. فجينا اول مره هنا قابلنا الدكتوره ابر السيسي، وخدت منها التقارير وكده، وقالت لنا استنوا بقى عشان خبير اللي هيعمل لك النبي. طبعا جاوا امبارح الخمسه صراحه، اللجنه امبارح جت كلهم الخمسه، بصوا عليها وبصوا على التقارير بتاعتها،
هما جم المطار على المستشفى. اه جو امبارح عندنا بالليل هنا شافوها على الساعة الساعة 12 بالليل كده وشافوا التقارير بتاعتها و... مش هتاخدك اما متنش مش هتاخدك هي واقفة بس. بس هو الحمد لله يعني ربنا يسترها بقى وتخرج من على خير. كنت فاكر ان الخبير هيجي فعلا؟ لا انا كنت واثق من كلام حضرتك فعلا. بجد؟ اه والله. بقيتوا تصدقوني الحمد لله. لا بس نصدق حضرتك والله بصراحة يعني، وانت صراحة تشكري والله تعملي خير كتير للناس. شكلها تعبين ان شاء الله تبقى كويس. امبارح. ينفع شافوها امبارح، هم كانوا واقفين قالوا كويس. هم عطوها زي علاج كده في امبارح في محلول بتاع 5 دقايق كده ويعني بس كويس عن امبارح يعني. انت هتبقي شاطره وقويه وبكره هجيب لك مطبخ كبير جدا نقف نطبخ فيه احنا الاثنين. ماشي يا ساره. يلا قولي. وخلاص ان شاء الله ما فيش بقى دكاتره تاني ان شاء الله. ان شاء الله يعملوا لها العمليه يعني يعملوا لها تصليح كلي ان شاء الله يا رب. ماشي هم يعملوا لها تصليح كلي ولا؟ اه ان شاء الله. يا مسهل يا رب يا مسهل. خلاص يا ساره كده اخر حاجه دي ان شاء الله. دكاتره ولا اي حاجه خالص بقى واحنا هنمشي. هنمشي فعلا. ايه رايك؟ احنا هنمشي بقى مش هنروح لدكتور تاني. خلاص بقى ما تخافيش خالص مش تحسي باي حاجه خالص. لو اي حد وجعك قولي لي هضربه. بكره لما يجي يجيب لك المطبخ قولي الراجل ده ضايقني. بس محدش هيضايقك خالص والله بحلف لك والله. هتنامي كده وتصحي تلاقي نفسك خفه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله تقوم بالسلامه وشوفك ان شاء الله اول ما تطلع. تعبكم معانا والله. ربنا كريم بس ربنا يكرم بس. سارة دخلت اوضه العمليات وعندنا النهارده 7 عمليات 3 قلب مفتوح 4 بطريقه القسطره ولكن كلهم عمليات قلب مفتوح معقده جدا 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 جدا. نتمنى من قلبنا انهم يقوموا بالف سلامه وبنتمنى انكم تعرفوا قدر اللي انتوا بتعملوه ده والعمل العظيم اللي انتوا بتعملوه ده وتستمروا لانها مسيره طويله وصعبه ومعقده محتاجه امكانيات كتير جدا 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 والاطفال كتير جدا جدا جدا. الاطفال كتير ليه؟ عشان بتتجوزوا قرايب بتخلفوا وانتوا كبار ما بتعملوش التحاليل بتاعه الجينات اللي تبين اذا كان انت عندك توافق مع جوزك ولا لا قبل ما تخلفي. كلها عيوب خلقيه ممكن نتفاداها لو بس اتعلمنا ازاي نعمل او نامن نفسنا قبل ما نخلف. في حتى تحاليل بتتعمل في اول شهور الحمل عشان تقولك اذا كان البيبي سليم ولا لا. تاني هقول لكم وبقالي كتير قوي بقول لكم بقالي سنين طويله قوي بقول لكم مسيره خير عظيمه انقذتوا فيها ملايين وبتنقذوا الاف الاطفال دلوقتي ومعانا 100 طفل مبادره ال 100 طفل لغايه دلوقتي اجرينا يمكن 20 عمليه النهارده وبكره عندنا 12 عمليه ماشيين بيجي لنا ناس ازيد واكتر وال 100 ما بقوش 100 بقوا اكتر. انا عارفه انكم مش هتتخلوا عنا وعارفه انكم هتعملوا لنا دعم رهيب وعارفه ان جمهور صبايا جمهور غير اي جمهور اي برنامج تاني لان انت ما بتتفرجش عشان تتسلى ما بتتفرجش عشان تضحك ما بتتفرجش عشان تغني ولا ترقص. لا كل الحاجات دي عظيمه جدا ولكن انت بتتفرج عشان تخدم ودي اسمى انواع المشاركه ان انت قاعد بتشوف حاجة عشان تعرف مين محتاج ايه وتروح تساعده. وقلت قبل كده كتير قوي ان القيمة الحقيقية للحياة فعلا
هي ان انت تسعد الاخرين او يبقى حد في ورطة. كتير قلت كده وهقول تاني. واحد عنده ابن او بنت وقالوا له محتاجين 2,000,000 جنيه عشان ابنك يعيش، ايه هيعمل ايه؟ وحتى لو معاه 2,000,000 جنيه مش هينفع انها تتعامل في الداخل في الامكانيات اللي موجوده. طبعا مستشفى وادي النيل عامله دلوقتي حاجه كنا بنتمنى انها تتعامل بقالنا سنين طويله قوي، ان احنا نقدر نجري جراحات دقيقه جدا في القلب ويبقى عندنا عنايات مركزه بهذا الشكل جوه مصر. دي حاجه عظيمه جدا، التعاون بين الجراحين المصريين وجراحين الالمان عشان ينقذوا اطفال مصر ده عمل عظيم جدا. قريب جدا مسافرين بخمس اطفال المانيا ان شاء الله على اخر الشهر، هيعملوا جراحه صعبه جدا 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 ما ينفعش تعمل داخل مصر. معيش فلوسهم وما عندناش امكانيات ان احنا نسفرهم دلوقتي حالا، ولكن انا اديتهم معاد اخر الشهر عشان واثقه جدا ان انتوا هتبقوا معانا باذن الله وهتساعدونا. سارة سبناها جوه واقترحنا عليهم دلوقتي ان احنا نحط لهم بس مخدر بسيط وهم جوه فوق في الاوضه عشان ينزلوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل. لان طبعا فكره دخول اوضه العمليات لطفله عندها 6 سنين وتسيب باباها ومامتها وعارفه انها ده عارفه على فكره انها داخله تعمل قلب مفتوح حاجه صعبه جدا 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 نفسيا. سارة بتتخدر، يوسف جوه في اوضه العمليات بيعمل قلب مفتوح. كم مين اللي عمل قسطره الصبح؟ عالية وطلعت رعاية ولا اوضتها؟ نطلع نسلم على عالية، طلعت بألف سلامة من القسطره. احنا قلنا 7 النهارده. عالية في اوضتها الحمد لله طلعت، يوسف جوه في العمليات، سارة بتتخدر لسه اليوم طويل. هاخد منكم كلمة صغيرة. عنده ايه هو؟ عنده رباعي فلوت. يعني عرضتيه على ناس في مصر هنا؟ عمل 3 عمليات، دي التالتة. عمل الاول وصلة شريانية وبعد كده عمل قسطرة جوا مصر؟ عمل قسطرة من شهرين هنا تبع البرنامج برد، ودلوقتي بيعمل قلب مفتوح اصلاح كلي. طب ايه زعلانة ليه؟ مبسوطة؟ دكتور حازم مدير مستشفى وادي النيل له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى ان احنا عملنا هذا المشروع باسرع وقت ممكن. خبراء الالمان جم
والدنيا ماشية. وأنا والله العظيم من قلبي بشكرك جدا، مش مصدقة ان احنا عملنا ده في وقت قصير كده، وعملنا حاجة يعني فكرة ان احنا نعمل جراحات دي جوه مصر كان حلم بالنسبة لي انا شخصي جدا. انا بقالي 10 سنين بخرج برا مصر. بيبقى عندك منين كنت متأكد يعني؟ قلت لك مش خايف نعمل الجراحات هنا، الامكانيات قلت لي احنا قدها وقدود وهنقدر وما تخافوش. بتجيب منين اليقين والثقة دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول انا بشكر حضرتك وبشكر البرنامج، انتوا عملتوا حاجه يعني مهمه للناس. انت عارفه ان الطفل يبقى عنده عيب خلقي معقد في القلب ومش لاقي حد يعمله له او يقف جنبه، فانا بشكركم وجزاكم الله خيرا. انا كمدير المستشفى وظيفتي ان انا اوفر الامكانيات، والمستشفى مش عايز اشكر فؤاد النيل يعني، هي الناس بتشكر لوحدها. المستشفى مجهزه انها تشيل هذا العبء عن المصريين، فأنا بتمنى الشفاء لكل أطفال مصر، وربنا يبعد الشر عن كل المصريين، وكل سنة طيبين. وبشكرك يعني. إحنا لسه هنتقدم أكتر وهنتطور أكتر. دي خبرات قوية جدا، أنت جايبة أحسن فريق طبي لجراحات القلب المعقدة في الأطفال يمكن في العالم، فإن دي الفرصة دي تتاح للمصريين أنهم ينالوا هذا الحظ يعني. ده فضل من الله سبحانه وتعالى، ثم المجهود اللي حضرتك بذلتيه وللقناة. انا مقل طبعا ان انا ما بيرضاش يظهر خالص، ده هو رايح العمليات. انا قلت له مسكت فيه. انت يعني دائما، انا دائما اقول ما دام ما كان لله دام واتصل، طبعا وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فالناس تخلص النيه لله سبحانه وتعالى. لازم برضو زي ما بنطلع اخطاء للاطباء وزي ما بنطلع حاجات سلبيه، لازم نقول ان في دكاتره وطنيين جدا بيبقوا عايزين يطوروا من الطب في مصر. بس احنا مش بنعمل عمليات بس، حضرتك بتعمل حاجة عظيمة جدا ان احنا بنطور فكرة ان احنا نعمل جراحات دقيقة جدا في القلب في مصر. انا فاهم، بس اذا اقولك انت طول ما تشتغل اكتر وبطل كلام، تبطل يعني الناس تشوفك، الناس هتستشعر ذلك بسهولة. لكن في ناس عايشة انها تتكلم، عايشة انها تشو ذم سيلف للناس يعني، شهر يعني. في الاخر ما بيحاولش النادي. انت اخلص النية لله سبحانه وتعالى، اخلص النية لوطنك واهل وطنك، هتلاقي كل حاجة بتسير بمنتهى السهولة واليسر. طول ما الحاجة يعني لله سبحانه وتعالى كده مخلصة، كل انت ما تسعى انك تساعد اهل بلدك واهل وطنك، هتلاقي الموضوع منتهى السهولة، بيخلص منتهى السهولة. لكن انت ما تفكر بأي طريقة اخرى هتلاقي معوقات سبحانه وتعالى يعني مش هتتخيلها. لكن اليسر اللي تم ده ليه؟ النيات بيد الله، لكن واحد دايما بيثق في نيتك ان انت اللي انت بتعمليه ده مردوده واضح. الحمد لله احنا النجاح اللي احنا شايفينه ده يا رب بس يديمها علينا نعمه. وبالنيابه عن كل المصريين بشكرك جدا، وبشكر كل التيم اللي تحتيك والتمريض وكل فرد في وادي النيل الحقيقه. بشكركم المره المليون، وادعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق للجميع، وتاني وتالت ورابع يا رب اشفي المصريين وابعد عنهم كل اذى، وخاصه اطفال المصريين يعني. لان تعرف يعني طفل مريض قصه يعني، قصه تانية حتى انا بخاف ابص عليهم. تعرف انا استاذ قلب، بيجي طفل ما مكشوفش عليه، ما اي حد يكشف عليه من القلق. ربنا يشفي الجميع، واحنا بنشكركم جميعا. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. خلاص ما هو لسه لسه لا ما خرجش بره، بس خرج في الإفاقة يعني الحمد لله كويس. خلاص دي زعلانه ليه؟ خايفه عليه بس. خلاص جاي خايف عليه دلوقتي. خلاص ده احنا فكره اللي حصل ده ان يجي حد من المانيا ويعمل العمليه متهيئه انه حاجه يعني كويسه. انا بس بصور معاكي ودايما بصور مع الامهات في الوقت ده، مش عشان انا غلسه، عشان عايزه اصور للناس قد ايه انت بتبقي قلقانه وموجوعه ومتضايقه، عشان انت عارفه ان في امهات كتير قوي غيرك مستنيين اللحظه دي تحصل ومش طايلينها، عشان ما فيش امكانيات وفلوس كتير. فعايزاكي تقولي للناس بس قد ايه كنت قلقانه على ابنك، وقد ايه كنت نفسك قوي ان العمليه دي تتعمل. اكيد طبعا يعني مهما وصفت مش هقدر اقول كم القلق اللي انا كنت قلقانه عليه قد ايه. لما بيجري، لما بيزرق، كان البنا اللي واجعني مش هو. الحمد لله يعني ان هو لما قلنا ان العمليه هتتعمل كنت قاعده مستنيه. انا ما بسيبش حلقه يعني، حتى الاعداد بشوفها عشان تشوفي هنقول حاجه. لو في حاجه مثلا ما سمعتهاش ارجع اسمعها ثاني. مش تتفرجي علينا خلاص؟ لا طبعا هتابع. الف حمد لله على سلامته، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما نشوفش دكاتره ثاني ان شاء الله. خليكي. شكرا.
النهاردة عندنا 7 حالات، بتهيألي زادوا 8 لأن كان في مشكلة عند طفل من الأطفال واتحلت دلوقتي في كرات الدم الحمراء. بقى فيه 4 حالات قسطرة و4 حالات قلب مفتوح. سارة في العمليات، يوسف لسه جوه الجراحة، عالية طلعت في أوضتها عملت القسطرة، أحمد أشرف جوه بيعمل قسطرة، ودي تالت حالة محمد أحمد المفروض نازل قسطرة. انتوا ايه مالكوا؟ انت بتتكلم ولا لا؟ بيحبني امال ايه؟ متضايق بتشوفوني انتوا في الوقت ده بس. ازيك؟ انت عارف ان احنا هنخف ان شاء الله؟ ها؟ هنخف ونبقى كويسين قوي. عايز لعبة ايه بقى؟ عشان انا هاجي بكره جايبه لعب كتير قوي. عايز لعبه ايه؟ عربيه؟ عربيه ولا ايه؟ ولا اجيب ايه؟ خلاص. هو يعمل قسطره ان شاء الله بسيطه يعني ان شاء الله. قولي لي كنت مستنيه بقالك قد ايه بقى؟ احنا بغنى كتير مستنيين. ما صدقت اللي انا لقيتي. مجالكوا قد ايه بقى؟ بغنى 4 سنين. 4 سنين. 4 سنين دي لحد دلوقتي احنا مستنيين ان هو يعمل اي حاجة. الحمد لله. حاجة مهمة صح؟ اه الحمد لله. بقعد اشرح للناس كتير قوي انها حاجة مهمة ومحدش مصدقني. لا والله حاجة مهمة. ده بص دي اللي عامل حياة الاسرة بحالها ان هو رعب وتوتر في حياتنا كلها. حياتك كلها. اي والله. يا رب ان شاء الله بيرفع البلاء. يا رب يا رب قومونا بالسلامة. والناس اللي بتتبرع اهم حاجة. الناس اللي بتتبرع لا والله لو بجنيه بس بيفرق مع طفل في حياة طفل. مبسوطة انا اليوم ده جه؟ الحمد لله. انا مبسوطة بابتسامتك جدا. تفائلوا بالخير تجدوه. بحب انا الامهات اللي مبتسمة وبشوشة كده. ايه عايز تقول؟ انت مين؟ انا جده. انت جده؟ قول. انا بالنسبه لي يعني انا كنت مثلا اشوف حضرتك في التلفزيون ونشوف البرنامج. تقول كدابه ونصابه. مش كدابه ونصابه لا. يعني ايه الكلام يعني زي نظام نقول مثلا اعلانات حاجه زي كده. عشان ايه بقى اعلانات عشان ايه؟ لا انا قلنا انا على جد يعني عشان اظهر بقى وكده صح؟ لا مش اظهر وكده. حاجه يعني ايه ما حسيتهاش. اللي يحس فعلا بالموضوع ده اللي يحضر فيه. احنا نعتبره من النهارده جنود ليكي. اللي يشتم فيك ده نقطع لك رقبته. انتوا منين؟ احنا من البحيره. استنى بحيره. مش انا اللي فخوره بيكم والله. أنا بالنسبه لي اللي بس اللي عايز نقوله ايه. انا بالنسبه لي ال طول احنا يعني انت عايز تقول ان انت ما حسيتش بوجع الناس غير لما جالك الوجع عندك. كل واحد يسال نفسه ان انا دلوقتي عايز نعمل عمليه العيل عندنا على مستوى الفلاحين عندنا. عايز نجيب له خبره من بره. عايز نسكنه في مستشفى زي دي. المفروض كنا نصفره. المفروض كنا نصفره. احنا جبنا الخبير. لا انا بنناشد بقى ايه الناس اللي فهماني اللي مؤهلي الان. عايز نطلعه بره. نجيب له خبر من بره. عايز نقعده في مستشفى فخمه زي دي كده. عايز نقعده في اوضه زي دي. عايز نتعامل مع ممرضين محترمين زي دول. ماشي؟ ماشي. لا هنصرف كام؟ انا هنصرف ايه؟ فاحنا على مستوى الفلاحين عارف ان الموضوع ده يصرف قد ايه عندنا. مش هيقل عن 500 600000 جنيه. اما ما؟ لا بالنسبه للحاله الواقعيه اللي انا فيها دلوقتي اللي عمليه القسطره. ماشي. المبالغ ديت اولا المبلغ ده بالنسبه للمستوى اللي احنا فيه برضه ما فيش الامكانيات العاليه ان احنا نعمل حاجه زي كده. فعشان نفوجئ نلاقي ان الموضوع يمشي بالطريقه دي انا بقى بالنسبه كمسلم ماشي كإنسان عايز أي وقت يجيني المليون بنعد إزاي؟ تخيل نقول بلاش كمسلم كمصري. ما نقول أهو كمصري كإنسان. كبني آدم. لا كبني آدم يمشي على اليهودي وعلى المسيحي وعلى المسلم. كبني آدم. أنا عايز نعرف دلوقتي المليون ده بنعد إزاي؟ ما بنعدش كده. بنعد 1 2 بالجني. لو أنا اتبرحت بجنيه باتنين هنوصل للمليون. ونساعد بقى أي عيل مش مهم. والله نوصل في ثانية. مش مهم ابني. إحنا 100 مليون لو كل واحد جنيه.
حلمي 100 مليون. بس أنا اسمي أحمد إبراهيم أحمد الغراو. انت بتعمل اعلان لنفسك اهو. لا لا يعني انت فضلت تتهمني ان انا بعمل اعلانات وطلعت عملت اعلان لنفسك في لحظه. لا حضرتك ايه ان انا لما بشوف التلفزيون انا زي غيري بيشوف الموضوع بيفكروا انه ايه يعني مش حاسس بالموضوع لان بيفكروا انه ايه يعني انا واحده زي مثلا عايز تنزل تتفسح في المستشفى. لا ما انتش فاهمه قصدي. يعني وقتي ده مثلا عمري اللي بيروح ده. الفلاحين بيقول ايه النار للي كبش. صح ده يعني مش صح يعني قبل كده مثلا سمعنا الناس يقولوا مدام ريهام جايبه الاطفال يمثلوا. طب لو الام هتمثل الطفل هيمثل هيعيط وبدهنه ازرق كده وبدهنه ازرق بقى انا عايزاك تنبسط وتضحك عشان انا هجيب لك لعبه حلوه قوي ولو حد زعلك هضربه لك. عايزاك تتفائلوا كده خير وان شاء الله ربنا يرفع البلاء ده. يلا ننزل احسن هيضربونا. يلا يلا خلاص ما تعيطش. لا ما فيش كرسي خلاص مفيش حاجة خلاص ما تزعلش. انت زعلان ليه؟ ده احنا هنجيب لعب كتير قوي بكره. هنخف خلاص ان شاء الله. هي قالك القسطرة دي علاجية ولا استكشافية؟ ها؟ علاجية. القرآن كده والصيام بقى ان شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله خير ان شاء الله بإذن الله خير. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لنا ان في يوسف طلع احساس صعب قوي 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 ما بتبقاش عارف هيحصل ايه وبتوعد جدا ان الجراحة هتنجح. عمل عملية قبل كده؟ عامل قسطرة قبل كده؟ من شهرين لما الخبير جه المرة اللي فاتت وعامل قبلها وهو عنده. لا انا قصدي يعني ما تتخضيش من الخراطيم والحاجات دي عادي. في الأولانية لكن القسطرة ما كانش فيها خراطيم. لا دلوقتي اه. لا عارفة صح؟ طبعا شايفين كم الممرضين والممرضات والاطباء اللي طالعين من اوضه العمليات مع يوسف وهو هيتحط على التنفس الصناعي دلوقتي داخل الرعايه.
انا نفسي اقول الحمد لله على السلامه ونفرح وكده، عامله لي جو كئيبه، مش عارفه اعمل ايه. يعني اقول الحمد لله على السلامه وحضنك وبتاع وخف وبقى كويس، مش مدياني اي فرصه، مدياني وش كئيبه رهيب. لا انا عارفه والله العظيم. بصي انا كل يعني ما يعني انا من زمان حاسه، بس لما خلفت بقى كمان جديد وبقى صغنن وانا كبيره كده، بقول ربنا بجد يكون في عونكم ان انتوا يعني بتستحملوا كتير كده. بس انا بقول ايه، ان احنا نبقى مبسوطين في اللحظه دي. ليه؟ كل بقى اللي فات ان شاء الله خلاص يبقى راح لحاله، وان شاء الله اللي جاي احسن وصحته تبقى احسن ان شاء الله. اقرأ له قران كده وادعي له الحمد لله على سلامته. اضحكي. يوسف الحمد لله خرج، وساره جوه، دول الاثنين الجراحه. عاليه خرجت من القسطره، تعالوا نشوف عاليه، نقول لها الحمد لله على السلامه. محمد اشرف لسه جوه بيعمل قسطره، ونزلنا كمان محمد تاني يعمل قسطره. هما لسه دلوقتي جوه القسطره، احنا دلوقتي في رمضان صايمين. ان شاء الله ربنا يكرمنا وندعي كلنا في الفطار ان شاء الله ان كل الولاد دول يقوموا بألف سلامة. تعالوا نشوف عليا مع بعض. عشان ادخل مش هجيب لك عربية كبيرة جدا ولا مسدس؟ لا هو كده. ها؟ هلبس زيك؟ ايه رأيك البس زيك؟ عشان ادخل معاك؟ ايه رأيك؟ بقول تحيا مصر. بتقول تحيا مصر؟ بتقول تحيا مصر. طب بتقول مكسوف؟ طب هتقولي بكره ان شاء الله تحيا مصر؟ تحيا مصر. مش هجيب لك علم كبير قوي؟ بتحب تمسك العلم؟ ان شاء الله يطلع بالسلامه ان شاء الله. طيب ندخل. احنا طبعا مش هندخل، احنا هناخد لقطة من بره كده. زي ما انتوا شايفين هذه الأساطر، هما دول مجموعة الأطباء على رأسهم دكتورة أمل السيسي، و بتعمل قسطرة دقيقة جدا جدا جدا. زي ما انتوا شايفين الراجل الألماني واقف اهو، هاتهولنا يا محب. ما دخلناش قط العمليات. الألمان واقفين بالتعاون مع الأطباء المصريين. مبسوطة قوي 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 قوي. انتوا اللي عملتوا كده يا مصريين، انتوا اللي خليتوا الألمان دول يجوا ينقلوا لنا خبرتهم ويتعاونوا مع الأطباء المصريين العبقرة. وزي ما انتوا شايفين اهو، يعني ايد بايد دكتورة امل السيسي مع الراجل الالماني، و يعني بينقذوا الاطفال المصريين. عملتوا عمل عظيم جدا جدا جدا، وبقدركم وبحبكم، ويعني ليا الشرف اني اكون مصرية والله. لان مش مهم احنا متطورين قد ايه، ومش مهم احنا عندنا امكانيات قد ايه، لكن عندنا الشهامة وعندنا النخوة وعندنا الجدعنة وعندنا الوقوف جنب بعض وفي ظهر بعض. حلم حلم ان انا اشوف هذا المنظر في مصر، في مستشفى داخل مصر. كنت بسافر، سافرت انجلترا والمانيا وتركيا، وكنت دايما بتمنى ان منظر العمليات ده هتولنا يا محب يبقى موجود عندنا في مصر. واخيرا نجحنا انه يكون موجود عندنا. ممكن اقول لكم حاجه صغيره قوي من قلبي جدا؟
لما يكون لما يكون عندنا أوضة أسطرة زي دي والأطفال المصريين البسطاء جدا 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 اللي أهلهم بسطاء جدا 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 يجوا يعملوا عملية فوق 500,000 جنيه جوه مصر على أعلى مستوى مع أحسن خبير قلب من الخبراء النادرين في العالم، يبقى أنتوا جمهور عظيم قوي. ولازم نقول تحيا مصر، لأن تحيا مصر بالمصريين، تحيا مصر بيكو مش بأي حد تاني، والله تحيا مصر بيكو. أنتوا شعب عظيم، أنتوا شعب فعلا بيقف في ظهر بعض وجنب بعض. بقالي 12 سنة أو 13 سنة بتوروني مثال مشرف جدا 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 ازاي انتوا واقفين في ظهر بعض وبتساعدوا بعض. عمري ما طلبت مساعدة ما لقيتهاش. صحيح الحمل تقيل والتكلفة عالية والناس ممكن يكون عندها مسؤوليات كتير، بس حققنا ولسه هنحقق. ويا رب يا رب نستمر ونقدر نساعد كل الناس اللي معانا. تحيا مصر بالمصريين، تحيا مصر بيكو مش بأي حد تاني، والله تحيا مصر بيكو. انتوا شعب عظيم، انتوا شعب فعلا بيقف في ظهر بعض وجنب بعض. بتعيطي ليه؟ بتعيطي ليه؟ هجيب لك عروسة؟ عروسة ولا مطبخ؟ ايه رأيك اجيب لك عروسة ولا مطبخ؟ تعرفي تطبخي؟
مش عايزه ماما اجيب لك ماما؟ ها ادخلك حالا. شوفوا لي ماما فين. تعالي. قعدوا يقولوا لي دي عاليه شاطره جدا وقويه ونزلت وطلعت شاطره قوي وخلاص خفت الحمد لله. تعيطيش، انا راح اجيب ماما حالا. ماما عليا مش موجوده. مش عارفه ازاي. و ماما عليا جت. رحتي فين؟ رحتي فين؟ رحتي فين وسبتيها؟ اجيب لها بجامه. انا موعدها اجيب لها بجامه. كوسان طيب. انتي طيب. الحمد لله. هي كانت عايزه بجامه يعني؟ اه. طب احنا عايزين نجيب لها حاجه بقى، نجيب لها ايه؟ ده كفايه من جيتك يا دكتور. ربنا يخليك. والله كفايه بصراحه على الخدمه اللي انت عاملاها. ربنا يخليك. نجيب لها الحمد لله لعبه ولا نجيب لها؟ بتعيط ليه؟ مش فاهمه. جبنا البيجامه. جبت البيجامه. ده ظلمنا ماما، افتكرنا انها راحت تجيب اكل. ورينا البيجامه. طيب ممكن اشوف البيجامه بتاعتك؟ انا قايله لك ان انا اجيب لك بيجامه اهو يا حبيبتي. الله، دي مش بيجامه، ده طقم جامد جدا. الحمد لله الحمد لله. الله، انا موعدانا. واو تحفه. ايه ده، جابته منين ده ماما؟ الله، لا بس بجد حلو قوي. ده جبتيه منين؟ مش عارفه انا جبته ما ازاي لقيتي حته قريب. الله، لا 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 لا، ده بصي بتحطي دي كمان على راسك، حلو جدا. يلا يلا مشينا. ايه اللي ماشي يا حبيبتي؟ عايزه ايه اجيب لك ايه انا؟ طب بكره قولي لي بقى انا حاجه. انت قلتي ماما عايزه الطقم الجميل ده والجبنه، انا ايه بقى اجيب ايه؟ عايزه اشوف مدام ريهام. اه يا حبيبتي. طب انا جيت اهو. تعالي ليه بقى بتفتحي التلفزيون تشوفيني ومتشوفيني في حياتي؟ كل شويه تقول لي ماما انا هصل. ايه هي تقول لك؟ عايز تقول لك حاجه عشان ده اضربه؟ ده امشيه اضربه لك دلوقتي؟ قولي. طب اجيب ايه عشان امشي بقى؟ شوكولاته ولا ما بتحبيش شوكولاته؟ مصاصه؟ شيبسي؟ حاجات دي وحشه بتدخن. مطبخ ولا عروسه؟ طيب عشان امشي قولي لي، مطبخ ولا عروسه؟ كلمي يا لولو. قولي يا لولو. مطبخ كبير ولا عروسه كبيره؟ ولا عروسه نقعد نغير لها اللبس بتاعها؟ ايه رايك؟ لا يا جيش. طيب خلاص هجيب لك اتنين. ماشي هجيلك بكره الصبح اجيب لك الاثنين. هي عملت ايه؟ اثرها علاجيه ولا استكشافيه؟ هي كانت المفروض تعمل النهارده استكشاف، بس الدكتوره امل طلعت قالت لي كان في شريان ضيق وسعناه واستكشفنا برضو ان هي تعمل عمليه، بس قالت لي بقى ان شاء الله اما يجي دورها باذن الله. يعني خلاص شافوا ان هم عايزين يشوفوه وسعوا شريان؟ لان هي كانت مركبه دعامه قبل كده، والدكتوره امل قالت لي المفروض تسافر بره، مش موجوده هنا. فلما الخبير جه هنا طلب مني استرى استكشاف، فالنهارده الحمد لله وسع لها الشريان وقال لي ان شاء الله اعمل لها العمليه الثانيه بفضل ربنا وبحضرتك ان شاء الله. لا، والناس الجميله اللي بتتبرع علينا يا رب بس يفضلوا معانا عشان عاليه وغيرها اللي لسه ليهم عمليات كتير. الحمد لله. الف حمد لله على سلامتك. شكرا. يلا نروح نشوف مين طالع من القسطره. احمد اشرف. طيب احنا عاليه خرجت من القسطره واحمد اشرف يخرج من القسطره وساره جوه في القسطره. دلوقتي حسنا نسبه الاكسجين وهنحطه تحت قائمه الانتظار عشان يعمل عمليه كبير. عيطتي ليه؟ هو وسعوا له الشريان عشان الاكسجين يتحسن
وهيعمل الجراحة ان شاء الله. ما احنا معاكي اهو كلنا. بصي مش انا بس اللي معاكي، مصر كلها معاكي والله. يعني الشركة اللي انا بشتغل فيها اللي هي اعلام المصريين، بمستشفى وادي النيل، بالدكاترة اللي هنا، بألمانيا، بإحنا، بأحمد حسين اللي واقف قدامك، كل الناس معاكي وربنا معاكي بقى والله العظيم. لسه بقر عليكي بقول بشوشة وبتضحك ومبتسمة، لسه حالا بقول بشوشة ومبتسم. تعيطي ليه؟ معي الجراحة دي يا رب تبقى بسرعة، يا رب الاقي كده 500 مليون جنيه نزلوا عليا من السما واقول لكم يلا تعالوا بسرعة كلكم اعملوا العمليات يلا. نفسي والله. الله ربنا يجازيكي خير. انا وحياة ربنا وحياة ربنا اقسم بالله لو عندي امنية في الحياة دلوقتي هيبقى. دكاترة كتير قالوا لي اسكتي ده صبايا قال لي وديك هناك ويعمل لك هناك. بجد؟ قلت له انا رحت وقابلت الخبيرة. قال لي طب خلاص خليكي ورا الخبيرة. قلت له حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص اصل انا ماشية في طريقين مش طريق واحد اساسا. ما صبايا ليه عم ناخد منك حاجة؟ والله قالوا لي ده انا صبايا، خليكي بقى ماشية ورا الخبيرة. لا خليكي في طريق واحد. قلت له طب الطريق اللي شايفه ابني هو ايه طريقه بقى؟ عايز ايه؟ هو يعمل ايه؟ عنده رباعي فالد اساسا. لا هو اللي احنا بيقول علينا نصابين الدكتور ده، ايه حله هو؟ بقول له طب نعمل ايه؟ قال لي انت جايه دلوقتي تقولي نعمل ايه؟ ان شاء الله خير وربنا يشفيه وان شاء الله باذن الله يعمل الجراحه قريب قوي. مش عارفه يعني قالوا لي هنحطه تبع مكافاه الانتظار اساسا. طب انا اعمل ايه يعني؟ احنا مالنا؟ احنا ماشيين، احنا في اجراءاتنا، احنا مالناش دعوه بقائمه الانتظار. لا هي قالت لي هنحطه. لا انت تبع وزاره الصحه مش قائمه الانتظار بتاعتنا احنا. ما هي دي كله دي قائمه الانتظار، مش عشان حاجه، عشان هو كل شهر بيجي يعمل 6 حالات. بنعمل ورا بعض. انا كنت بجري لان الواد احمر جدا جدا وازرق جدا 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 فوق ما تتخيلي. هما بيعملوا الحالات المستعصيه الاول، يعني الاولاد التعبانين في الاقل تعب اقل تعب اقل تعب كده. يعني هو الواحد بيخرج اساسا ما فيش حد بيديك عقد نافع، يعني فيش ولا دكتور ولا اي حد يديك عقد نافع. روحي وتعالي، روحي وتعالي، روحي وتعالي. ما فيش يا 5 سنين وانا رايحه جايه، ما فيش عقد نافع لاولاد ابني خالص. طب نروح فين ولا نيجي منين؟ قولوا لنا نروح فين بس ولا نيجي منين؟ مفيش. ده ربك موجود، ان ربنا جعلك سبب والله العظيم ربنا جعلك. انا هدخل اكلم انا دكتوره امل السيسي دلوقتي اشوف ايه الاخبار. عايزين بقى نطمن على مرضانا كده. ناس كتير قوي من اللي معانا بيقولوا ان احنا بنعمل اساطر مينلي استكشافيه ولا في علاجيه؟ لا هي اساطر علاجيه بس مش علاجيه نهائيه. انا بقول للعيان ايه؟ هو يعاني من عيب خلقي معقد في القلب اسمه بالانجليزي كده كومبلكس هارت ديزيز، فما فيش حاجه فاينل. هما دايما العيان فاكر ان هو عمل عمليه خاصه. يعني لو تلاحظي عيانين كتير من اللي احنا عملناهم سافروا تركيا وراجعين وعاملين أسطرة. النهاردة مثلا عملنا له وسعنا له الحاجز الأذيني، خلينا الأكسجين بتاعه بدل 60% بقى 80%. لسه هيعمل عملية. بس قصدك انك تقولين ان هيفضلوا طول عمرهم كده؟ بيفضلوا يتعالجوا يعملوا عمليات، وفي بيتحط كوندوي. الكوندوي ده بيعيش 7 سنين. لكن في ناس بتخف خالص؟ ما هم كويسين. هم لما بيحط هو لما بيحط الكوندوي بتاعه، يعني احنا دلوقتي ما حسناه من 60 ل 80%، احنا ما صلحناش العيب، لكن احنا حسنا حاله الطفل بحيث ان هو لما يجي يعمل الجراحه يبقى حاله القلب ممتازه ان هي تستحمل الجراحه الصعبه دي. هو هيعمل ايه مثلا بعد الجراحه؟ بقى بعد الجراحه هيركب كوندوي. الكوندوي ده بيعيش من 7 إلى 10 سنين، واحيانا بيتكلس في 5 سنين. لما الكوندوي يتكلس الطفل ده هيحتاج ايه؟ هيحتاج يغير الكوندوي، او اما جراحيا، واحيانا دلوقتي بنغيره بنحط صمام عن طريق الاسطره. طيب وبعد كده هل اللي هنحطه ده هيعيش تاني؟ لا هيعيش برده من 7 إلى 10 سنين. بيفضل طبعا الطفل يعني زي بالظبط واحد بيلبس نظاره، هو عمره بيقلع النظاره؟
ما بيفضل لابس النضاره ده كلهم كده ولا في ناس بتبقى العيوب بتاعتهم بتتصلح وخلاص؟ طبعا في حالات بتتصلح وخلاص، لكن احنا الحالات اللي جايبينها للخبير هنا في المستشفى هي الحالات اللي اترفضت في كل مصر، اللي قاعده مستنيه النجده منكم. ليه بقول لك كده؟ عشان جات لي واحده دلوقتي قالت لي ده احنا اتصلنا بدكاتره تانيين بتوع، قالوا لنا ايه دول نصابين بيضحكوا عليكم، هيروحوا يعملوا لكم كده حاجات ويطلعوكم من اوضه العمليات وخلاص. لا لا، قلت لها طب انا هدخل دكتوره مسيس هي اللي ترد. لا لا لا، ما مين، لا لا، عشان الدكاتره بيقولوا لهم ان مفيش فايده، مفيش يعني مفيش فايده. هم فعلا كلهم اتقال لهم مفيش فايده، كل العيانين دول وكبار يعني 7 سنين و8 سنين و10 سنين قاعدين مركب شنط مثلا من هو عنده سنة وقاعد أزرق، محدش قادر يعمل له حاجة، الشرايين بتاعته صغيرة مش قادرين يعملوا له جراحة، فندخل في الأسطرة نوسع له المجرى الدم عشان شرايينه تكبر شوية عشان الأكسجين يتحرك. بس أقول إن اللي احنا بنعمله ده ليه فايدة؟ مش طبعا ليه فايدة، احنا بننقذ حياتهم. هو الطفل الأزرق اللي أكسجينه 60% متوقع يعيش قد إيه؟ سنة سنتين؟ لكن احنا بنعمل العيان ده دلوقتي، وهنعمله جراحه بعد 6 اشهر، وهنرجع نعمل له جراحه بعد 5 سنين، نرجع نعمل له قسطره بعد 12 سنه، وهنرجع نتابعه تاني. وهيوصل كام سنه؟ هيوصل 60 سنه و70 سنه، وهيتجوز وهيخلف وهيشتغل دكتور مهندس، وهيبقى عضو نافع في المجتمع لانه مش معاق، هيعيش هيعيش غير معاق، ده عضو نافع في المجتمع، هيعيش طبيعي، هيعيش طبيعي، هيعيش منتج، هيتعمل له، هيتجوز وهيخلف، يعني هيتعمل له عمليات كتير سواء قسطرة سواء جراحة، ايه المشكلة ما يعمل العملية؟ مشوار طويل، مشوار طويل، لكن الطفل ان بتوين ما بين العملية والعملية بيمارس حياته، ما ينفعش نسيبه خالص عشان هو محتاج عمليات كتير. ما ينفعش نقول اللي محتاج عملية واحدة بس هو اللي هنعمله، لان ده الثقب هنقفله خف، واللي محتاج عمليات كتير ده نسيبه. يعني اللي بيقوله مالكش فايدة او مش هينفع او كده، ده بيبقى شايف ان الموضوع لسه طويل قوي فبيكسر. بالظبط. انا بشكرك جدا دكتورة امل، وعارفة ان المشوار طويل، وعارفة ان العيب كبير جدا على حضرتك، بس يعني قدها وقدود. بشكرك والله، انا اللي مرسي جدا، مرسي جدا والله، بشكر حضرتك. العيانين دول والله والله فعلا ما فعلا مرفوضين في كل حتة، لان مشوارهم طويل جدا، محتاجين احنا امكانيات وفلوس كتير جدا عشان نكمل قوي، هي دي برضو المشكلة، فلوس كتير. ان شاء الله مع جمهور صبايا مفيش مشاكل دي ان شاء الله. لا مفيش ان شاء الله. بشكرك. شكرا. زي ما قلت لكم بالظبط، الدكتور اللي بيمسكها يقول لها مفيش فايده وخلاص سيبي ابنك عشان يموت و و و، هو بيبقى بيتكلم على ان احنا ندخل اوضه العمليات ونطلع وخلاص كده. في ناس كده، في عيوب خلقيه عندنا. اهو محمد طالع، تخيلوا، بصوا البيبي الصغير ده، نقول له ايه؟ نقول له لا مفيش فايده وخلاص روح؟ لا طبعا ما ينفعش، لازم ندخل ونوسع الشرايين ونصلح نسبة الأكسجين وندخل نعمل له جراحة وهو قلبه كويس قوي ويعيش 10 سنين كويس قوي. تعالي افهمك عشان فهمت بقى. دلوقتي هي بتقولك ان الدكتور اللي بيقولك ملوش حل ودول مش عارفة ايه ودول ايه، ده راجل كسول. يعني الحالات اللي زي دي مش الحالات اللي بتدخل اوضه العمليات وتطلع خلاص مفيش مشكله، بنفضل على مدار سنين طويله نعالج، بس بين العمليه والعمليه او بين الاجراء والاجراء بيعيش حياته طبيعيه تماما، وبيكبر وبيتجوز وبيخلف وبيشتغل وكل حاجه. فاحنا دلوقتي دخلنا حسنا له نسبه الاكسجين، وسعنا له الشريان عشان نحسن نسبه الاكسجين، عشان لما نيجي نعمل الجراحه يكون القلب في حالة جيدة جدا فيستحمل الجراحة ويعيش بالجراحة دي 10 سنين. طيب انا بقى حد برا يكلمني بالطريقة بتاع حضرتك دي او بكلام الدكاترة اللي حضرتك جايبانا هنا برا، زي برا ما لقيش حد بيكلمنا اساسا كده، ده كلهم بيكلموا من طراطيف مناخيرهم. معلش عشان ما عندهمش حل، بس الحمد لله احنا ودين المختلف. حبيبي صح، وديك على قد نيكو يرزقك يا رب ورزقك الصالح. حبيبي بس يا رب. بصوا بقى الزرقين اللي في شفايفه، الزرقين اللي في شفايفه وفي ايديه
كل ده ان شاء الله يتحسن بعد ما نسبه الاكسجين تطلع من 60-90%. شويه لما خرج كمان يعني. لا لسه لما ده كان صعب، كان مسود عن كده جدا، ده جدا والله. بصي ده وفره حتى بيضت ازاي. اما انا بقول لك اه عملت شويه الحمد لله. يعني غلاس يعني هو لسه طالع من اوضه العمليات. زوم ان من غير ما تقرب. لا ده الحمد لله، حتى اسالي لحضرتك اللي ما كانش كده اساسا. لا لسه ان شاء الله بكره وبعده وبعده نلاقيه ابتدى يورد وابتدت الاكسجين الدم يمشي ويوصل للاطراف، وان شاء الله باذن الله معلم العمليه تيجي يكون حاله القلب كويسه جدا ان شاء الله. اسمه محمد؟ احمد. مش انت؟ ايه ده تلاكيك دي يا احمد؟ طب والله والله اول ما يشوف يقول له يا ماما ما ارهام جت يا ماما ارهام، وخولة وقلب يصوت يقول له اوعى تقلب اوعى تقلب. شفت بقى ما بتشوفونيش غير في الموقف ده فبتكرهوني. لا هو بيحبك مش بيكرهك، هو بيحبك. يقول له هنروح امتى مصر يا ماما؟ عشان هنروح امتى يا ماما مصر؟ انتوا منين؟ من قليوبية. قريبين يعني؟ قريبين. الحمد لله على سلامته، وان شاء الله هتلاقيه بكره احسن وبعده احسن وقريب جدا جدا. اول ما حاله القلب تبقى كويسه نعمل الجراحه على طول. ربنا يخليكي يا حبيبتي ويديكي الصحه. ايه ده؟ بس الناس تتبرع لنا وتدينا فلوس عشان الحمل كبير والناس كتير والفلوس اللي مطلوبه كتير برضه. ان شاء الله ربنا يوقف لك كل الحلال برضه. اكيد ربنا يوقف لك كل الحلال، ربنا ما بيسيبش حد. خلاص احنا بالراحة بالراحة، محدش يزعله محدش يزعله. لا يلا ماما اللي تشيله، يلا روح روح يا ماما. ماما اهي خلاص. هتعملوا له حاجه؟ خلاص شوفوا هو بس بردان ولا حران، بردان ولا حران. لما قالوا لا انا لا بابا يودين بابا يودين، وقعد يصرخ ويعيط وسالي المس والله، وابو اللي نزله وابو اللي قعد كلامه بيمشي يعني جدا جدا، كلمته لازم تمشي هتمشي. عندك ولاد تانيين؟ اه عندي اتنين ولدين. بكره انا جايه هجيب عربيه حلوه قوي عشان مش عايزاك تشوفني وانت متضايق كده. بكره انا هجيب لعبه حلوه قوي. خلاص ما تزعلش. خلاص باي باي. اجيب عربيه ولا مسدس؟ لا عربيه، مش عايزين مسدسات، عايزين السلام يعوم. طيب احنا يوسف طلع الحمد لله، ساره تحت بتعمل جراحه، ورانا الجراحه الثالثه اللي معانا. مين هيعمل جراحه رابعه؟ ازيك عامله ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ زيك عامله ايه؟ كل سنه وانبسطت. طيب. قوي لما بدخل الاقي ناس مبتسمه. اخبارك ايه؟ جاهزه؟ اه بجد. اه قويه. بحب قوي بقى قوي 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 البنات دي،
عشان بحس انهم جدعان وعارفة الناس اللي بتبقى داخلة تتعالج وهي قوية كده ربنا بيطلعها في الثانية وبتطلع كويسة قوي وبيبقى عندك كده قوة من عند ربنا. انت تعبانة بقالك قد ايه؟ كتير؟ يعني عرفنا الحالة تقريبا وهي كانت 5 شهور من دور برد. طبعا رحنا للدكتور وقال لنا تابعوا بقى مع اخصائي قلب اطفال. وهي عندها قد ايه دلوقتي؟ وهي ان شاء الله في شهر 8 تبقى 10 سنين. هي كبيرة برضو. خدنا شوط جامد. والمدرسة ايه؟ لا ما شاء الله الحمد لله بتروح المدرسة ومتابعة وكده، بس عارفة حضرتك بتيجي في الاخر كده البنزين بيخلص. لا ما فيش خلاص، بنزين هيخلص، كله هيتحل ان شاء الله النهاردة ان شاء الله. لما كلموكي بقى وقالوا لك ان الخبير جاي وانها تعمل عمليه وكده، وصفي لي بقى. ربنا ما شاء الله كانت مفاجاه حلوه. انبسطت؟ مستنين من سنتين ويقولوا لنا يتصلوا علينا ويقولوا جهزوا خلاص حان الميعاد يعني، ونجهز ونعمل يعني ونيجي وكل حاجه، بس يحصل برنامج يقف بالظبط كده. فكان حظنا، بقينا نقول حظنا احنا، ما بيحصلش اي حاجه غير ان انا بختفي. الحمد لله وبترجع اقوى من الاول. والله مش مسألة أقوى أضعف، هي مسألة إن إحنا رجعنا، عشان يعني دايما بقوله والناس ما بتصدقنيش، إن دايما يقولك إيه بيرجعوا إزاي دول؟ أقولهم يا جماعة إحنا بنرجع عشانهم، هو ربنا بيرجعنا عشانهم. كنتش مصدقة إن إحنا هنوصل هنا بصراحة، يعني الحمد لله ربنا كريم. بعد ما البرنامج وقف ناس كتير قوي تخيلت إن خلاص ما مش هنقدر نساعد حد، بس ربنا جابنا تاني وقال لنا يلا. دي بتبقى نعمة على فكرة من ربنا. الحمد لله ربنا يقويكوا على اللي بتعملوه. والله متفائلة جدا، الأمل في وجه الله كبير الحمد لله. ايه بقى يعني ايه أحلى حاجة بتحبيها؟ أي حاجة بحبها. ايه يعني 10 سنين ده ايه بقى سنها ايه؟ بتقعدي تعملي سلاسل مثلا ولا عروسة ولا كبرتي على عروسة؟ لا لسه. لسه؟ عايزة عروسة؟ عروسة ولا مطبخ ولا ولا سلاسل ولا ولا الوان وكتب ولا ايه؟ اي حاجه استفدت. اختاري الكتب الالوان. كتب والوان صح. طيب خلاص بكره ان شاء الله اجيلك والاقيكي ان شاء الله زي الحصان ان شاء الله باذن الله. ادعي بقى ان شاء الله ربنا يا رب يقومها بالسلامه. انا مبسوطه جدا ان انا شفتك على خير. سيح. كل سنة وانتم طيبين كلكم. كل سنة وانتم بألف سلام. بصوا الجميل والروح البشوشة والرقي والإيمان واليقين، وبنبسط أيام بشوف الناس اللي واثقة في ربنا دي بجد. والله إن شاء الله بإذن الله تقوم بألف سلامة. رانا الجراحة الثالثة اللي معانا. ازي كاملة ايه؟ ندى هتعمل جراحة النهاردة؟ هي كده تعملها النهاردة، بس هي من ساعة ما دخلنا امبارح وهي سخنة فأجلوها لبكرة. ورجعوا رجعوها تاني؟ مش عارفة، ما حدش قال لي ولا. لا رجعوها تاني. الحمد لله. بنرجع لرب كده في ميزان حسناتك يا رب. قولي لي بقى لما قالوا لك الخبير جاي وهتعملي عملية وكده. بصراحة ما صدقتش، لأني أنا من زمان وأنا مستنية بصراحة. قد ايه بقى لك؟ قد ايه؟ هي بقى لها 8 سنين وطول السنين بيقولوا لي ما لهاش عمليه. معانا احنا بقى لك قد ايه؟ بيقولوا لك مش هتعيش؟ مع حضرتك من وحضرتك كنت على القناه اللي قبل كده النهار. من قبل قد كام سنه؟ كنت قايلين لي سفر واحنا اختفينا. واحنا مش روحنا رحله كده وجينا. يعني كان ربنا والله يعلم بالواحد يعني. هو دعائكم ده اللي رجعنا، واحتياجكم ده اللي رجعنا، وان شاء الله باذن الله ربنا يكبر بخاطرنا كلنا ان شاء الله وتقوم بالسلامه. عبء كبير قوي عليكم انكم تستحملوا ان ولادكم يبقوا كده قدامكم. بصراحه انا بحييكم، انتوا ابطال والله ان انتوا يعني استحملتوا كل الرحله الطويله دي. بقعد كتير قوي مشفقة على الأمهات. بقالك كم سنة بتعالجي فيها؟ ما أنا بقالي 8 سنين. 8 سنين بس مش علاج، 8 سنين أنا مستنية
حد يقول لي بس كلمه ان هي ليها عمليه وهتقوم بالسلامه ان شاء الله. قالوا لك مش هتعيش، ده قالوا لك من قد ايه الكلام؟ من وهي عندها 4 شهور. ما عملتش اي عمليات قبل كده؟ لا ما عملتش خالص. انت اول جراحه النهارده؟ دي بقى نتخض من الخراطيم ومن الشكل ومن كده. والله مدام رام وغصب عن الواحد والله، يعني انا اللي مخلي الواحد بس ان هو صابر ان بيصعب عليا بس اما لا في في السنه الاخرانيه يعني ازمات بقى وتعب. تعبت كتير؟ اه حتى كان ليها امتحان بتاع المدرسه كنت ببقى شايلاها وانا رايحه المدرسه ومستنيها هناك خوفا ان حد يتصل بيا ويقول لي ان هي تعبانه او حاجه، وما كانتش بتروح المدرسه اصلا، انا كنت بذاكر لها في البيت. يا حبيبتي زي القمر ما شاء الله بجد. هي والله كنت قايله للاستاذ ان هي كانت عايزه اتكلم حضرتك في التليفون بعد ما طلعوا من عندنا، عايزه اتكلم حضرتك في التليفون اشوفها بقى لما تخرج بكره ان شاء الله. اجي لها بكره اجيب لها هديه عشان انا مش عايزاهم كلهم عايزين يشوفوني وبعدين شافوني في الوضع بتاع دخول العمليه هيكرهوني، فشوفهم احسن ان شاء الله ما يطلع. مش عارفه ولا اشكر حضرتك ازاي، انا ما يعني هديني حضرتك يعني مش عارفه اتكلم مش عارفه. انا عايزاكي بس تقولي للناس لما انا بطلع اقول الحقوهم وبسرعه ومن فضلكم. والله العظيم والله العظيم انا كنت ببقى قاعده قدام البرنامج يعني انا بنتي في الموقف ده، بس انا كنت بعيط على الاطفال اللي كنت بشوفها، ولما كنت حضرتك بتحلفي وكده كنت والله كنت بعيط. كنت ببقى ايه يعني زعلانه هعمل ايه غير اني هحلف؟ الموقف اللي كان على ما كنت على قناه النار وكنت بقول يعني هروح لمين وهكلم مين على بنتي، لان بنتي كان سفر بره وكانوا قايلين لي ما لهاش عمليه يعني. فلما رجعت رديتوا عليا تاني وحضرتك قلتي تعالوا وهنقابلكوا كده، بصراحه ما كنتش مصدق. بقعد احلف كتير قوي، بقعد احلف كتير قوي ان انتوا تعبانين وان انتوا عايزين تنقذوا حياه اولادكم، ويعني بصراحه بتوقع ان رد الفعل يبقى اكبر من كده بكتير، لانها ارواح ناس بتروح ومتخيله ان التبرعات لازم تبقى اكتر بكتير. بس احنا بناخد اجراءات دلوقتي ان احنا نلم تبرعات عن طريق فوري وعن طريق حاجات تانية عشان تبقى اسهل ليكوا، عشان زي ما انتوا شايفين هي مش عارفه تاخد نفسها من كتر ما بتتكلم، وربنا يكون في عونهم سنين طويله قوي. انت ابنك بيبقى عنده برد ولا بيكح ولا قلقان، ما بالك بقى حد بيقول لك ابنك مش هيعيش يعني. والله يا مدام رهام كانت بتبقى تعبانه ومش في ايدي حاجه ان انا اعملها لها، كانت بتبقى في وسط ما هي تعبانه وازمه وبتدوخ بعديها، يعني وصلت الحاله ان هي بتروح في غيبوبه بعديها، وقالوا لي لو ما فوقتهاش وكده. وكنت ساعات ببقى يعني ساعات بيبقى الواحد بيبقى عايز يسيبها وينام، انا ما كنتش بشوف اصلا النوم، كنت ساعات لو نمت حبه تصحيني وتقول لي يا ماما انا تعبانه، وعلى طول دي في حضني انا نايمه جنبي خايفه احسن في اي وقت تروح منك لا قدر الله. ربنا جميل قوي وكريم قوي وعظيم. يعني ما بعرفش اتكلم ومش عارفه الواحد يشكر اهل الخير ازاي ولا هما دول اللي واقفين في ظهرنا، كل خير ويجعلوا في ميزان الناس. لو انت بتشوفني وانت اتبرعت باي حاجه، انت اللي ربنا بعتك لينا عشان يرفع البلاء عن الست دي وعن ستات كتير تانيين وعن بنت ملهاش اي ذنب خالص، يعني اتولدت بعيوب خلقيه في القلب وعايز تروح مدرسة وعايز تعيش حياتها، بس ان شاء الله بإذن الله تكبر وتخلف وتشتغل ونشوف ولادها وتفقلي خير بس ان شاء الله، ونجيب بارك لك بكرة ان شاء الله. حضرتك لا شكري ربنا يا ربي يقومها بالسلامة يا رب. ما ببقاش عارفة هيقوموا ولا مش هيقوموا، ما ببقاش عارفة هيحصل ايه، وبتبقى وحشة قوي ما اشوفهم قبل العمليات، واقول انا مش هنزل عمليات تاني عشان ما تعلقش بالولاد دول ويبقوا تعبانين بعدين.
مشوار طويل قوي 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 مساعدة الناس وعلاجهم، مشوار طويل قوي 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 ان يبقى عندك الرغبة الدائمة في القدرة على العطاء، بس ان شاء الله ربنا هيقدرنا بيكو. رانا، ومين غير رانا اللي شفناه دلوقتي؟ وندى. دلوقتي عندنا اخر قسطره معانا. انتي صغننه كده ازاي؟ صغيره قوي وشبه بابا بالظبط بالظبط. ازاي كده؟ ماما بتحب بابا قوي قوي. بتقولي ايوه. ماما بتحب بابا قوي. وانتي بتحبي ماما اكتر ولا بابا؟ ماما. صح، ايوه كده صح، برافو. انتي شاطره قوي. عايزين اجيب لك لعبه ايه بكره؟ اختاري عايزه ايه. انا سمعت ان انتي عندك لعبه دكتور، وريني. الله، وريني. انتي عايزه تلاقي دكتوره بجد؟ طب البسي كده وريني. طب البسها لك. اكشفي عليا. طيب وريني، اكشفي عليا. طيب وريني انت بتعرفي. اكشفي، اكشفي على ايدي ولا هنا؟ دي انتي احلى دكتوره. بتمسكي دي تحطيها فين؟ سامعة حاجة؟ عيانة أنا ولا كويسة؟ يا دكتورة، اسمك دكتورة إيه بقى؟ اسمك إيه؟ اسمي حبيب. اسمك إيه؟ حبيب. حبيبة؟ يعني أقول لك يا دكتورة حبيبة؟ أنت دكتورة حبيبة؟ حلوة قوي اللعبة دي. عندك لعب إيه تاني؟ انتي من الشرقيه؟ اهلا وسهلا. بس جميله قوي، في بنات حلوه كده في الشرقيه. اه هو شكله وحش بصراحه بصراحه، يعني بيخوف. ابعد يا ابني شويه. المفروض فعلا نجيب مصور وسيم عشان لما يجي البنات تبص له تضحك. هي الدكتورة حبيبة. انتوا اخباركوا ايه بقى؟ مستعدين؟ هي القسطرة دي استكشافية ولا علاجية؟ مش هي عندها رباعي انفلاتي، وقالوا القسطرة دي عشان تمهد للعملية اللي جاية ان شاء الله. هيدخلوا يوسعوا الشريان شوية عشان الاكسجين يبقى احسن وحالة القلب تبقى احسن، هتبقى جاهزه للعمليه ان شاء الله. بنشكر حضرتك والناس اللي بتساعد. هي الناس اللي بتساعد بجد. انا مش عايزه شكرا، انا عايزاكم تدعوا لها. ربنا يكرم الناس كلها وتدعوا بجد بجد ان الناس تساعدنا وتكمل معانا. انا واحده من الناس، كل حاجه ان شاء الله هبقى لاي لحياه اي طفل ان شاء الله. هتساعدينا ان شاء الله؟ ان شاء الله. لما كلموكوا قالوا لكم الخبير الالماني موجود وتعالوا وكده؟ الدنيا ما كانتش سهله لواحد والله بجد. الله، بس احنا بقالنا سنين بنجري عشان نعمل العمليه ده. قد ايه بقالك؟ قد ايه بقالي؟ 3 سنين بالظبط. كل ما اروح ياجلوني في المستشفى. حضرتك الورقه التاجيلات، وهي كنا بنروح بيها في الصيف، كانت بتتعب مننا وكل شويه تاجيل تاجيل. حضرتك حققت لي حلمي بجد يعني، الحمد لله. ربنا ان شاء الله كبير، وهو ربنا كل حاجه ليها معاد لرفع البلاء. الحمد لله على كل شيء. بس انت برضو قولي ازاي جايباها شبهه كده؟ ها؟ يعني شبه بس مش كده. ممكن يبقى في حب بس مش كده. قولي لي
لما بقعد اوصف التلفزيون واقول يا جماعه الامهات تعبانه، يا جماعه الامهات مستنيه منا تليفون، يا جماعه الموضوع فعلا صعب قوي، عايزاكي تقولي للناس قد ايه فعلا الموضوع صعب على الام ان ابنها يبقى تعبان كده. فعلا بجد والله مش عارفه اقول ايه، بس يعني الحمد لله وشكرا لحضرتك. شكرا يعني عايزه شكر. انا عايزه تقولي الموضوع ده كان مهم قوي بالنسبه لك صح؟ طبعا كان املي، كان حلمي كده ان انا اعمل لها العمليه في حته كويسه، وحضرتك حققت لي الحلم ده. هو ربنا اللي حقق لك الحلم ده، وان شاء الله باذن الله نيجي نبارك لكم على القسطره وعلى الجراحه وعلى كل حاجه ان شاء الله. ربنا يخليك دكتوره. كده احنا معانا عالية طلعت من القسطرة، ومحمد ومحمد تحت، ومعانا حبيبة، هذه الأربعة، يوسف طلع، سارة جوه، وعندنا ندى، وعندنا رنا لسه هيدخلوا، ولسه بكرة عندنا عمليات تانية. صحيح هما يومين في الشهر اللي بيجوا فيهم الألمان، ولكن بينقذوا حياة أطفال كتيرة جدا. خلي نفسكم معانا لأن الموضوع طويل وصعب، وإن شاء الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله. ودايما طول عمري أقول مفيش مستحيل، مهما كانت المعوقات، ومهما كان حد بيجي يكعبلك، مهما حد يجي يوقعك، مهما حد يجي عايز يلغيك، هتفضل موجود طول ما ربنا عايزك تبقى موجود، وهتفضل تساعد طول ما يبقى عندك القدرة على المساعدة. وانتوا ان شاء الله بإذن الله تفضلوا في ظهرنا كده على طول عشان نحقق المستحيل ونسعد الملايين. وانت مش بتسعد عيلة او أسرة، انت بتسعد ناس كتير قوي. وفكرة انك تسعد طفل، كل الدموع اللي احنا شايفينها دي والمواقف الصعبة قوي دي، وفكرة ان هو يجي قدام قطة العمليات يبقى بيسيب ابوه وامه وداخل على مجهول مش عارف هيحصل له ايه، لحظات من الرعب ومن الالم ومأساة، مأساة وابتلاء صعب جدا جدا الضنا ده. ولكن ان شاء الله باذن الله ربنا كريم وعظيم، وجعلكوا سبب، وان شاء الله باذن الله يجعلكوا سبب على طول.
انا النهارده جايه عشان اعمل عمليه القسطره وانا في سنه رابعه، وربنا يقف معايا ويشفيني ويشفي كل مريض. وانا قلبي بيوجعني كده لما اكون رايحه جايه من المدرسه طالعه السلم بجري. انا والد مريم احمد محمد. البنت دي من 3 سنين جات لها زي حاجه اسمها ارتفاع ضغط الشرايين الرئوي من تضخم البطين والاذين كده مع بعض، فبتقدرش تعمل اي مجهود من 3 سنين، ما بتروحش المدرسه، يا دوبك بنروح فتره الامتحانات بالعافيه، ما بتقدرش تمشي اكتر من نص متر وتنهج. فان شاء الله النهارده هنعمل لها زي قسطره تداخليه هتحاول تعالج الايه الموضوع ده ان شاء الله، ربنا يكرمها ان شاء الله ويشفيها ان شاء الله باذن الله. أنا متلخبطة بختار عشان مش فاكرة مين طلب مني إيه. يلا نروح مين؟ حبيبة. حبيبة إحنا دخلنا لها إمبارح وكانت داخلة تعمل القسطرة، طلعت الحمد لله بألف سلامة. جبت الحاجة، جبت اللعب، جبت اللعب. مش أنا قلتلك إمبارح بقيتي كويسة الحمد لله؟ قالوا لي ان انتي شاطره قوي قوي قوي، كلموني في التليفون قالوا لي شاطره جدا وما عيطتش. انتي مش حباه انا عارف. بصي دي الشوكولاته لما بقى كويسين. تعرفي تلوني ولا لا؟ تعرفي ولا لا؟ تعرفي. طب نتعلم بقى، ده لازم نتعلم. وايه رايك بقى في عروسه بيبي؟ بصي بيبي بيعمل بيبي وبيشرب اللبن بتاعه وعنده الصابونة بتاعته وصابونتين تانيين، وتلبسيه والبافيتا عشان ترضعيه. حلو؟ حلو قوي؟ الحمد لله على سلامتها. قالوا لكم ايه؟ طيب عملوا ايه ولا؟ عملوا لها قسطره وان شاء الله بعد 6 اشهر هنعمل لها العمليه الثانيه القسطره. وسعوا لها الشريان؟ وسعوا لها الشريان. اه ايه الاحداث ده؟ ايه شغل الاخوان ده؟ بتقولي ايه؟ الحمد لله. خلاص عايزاكي بقى تبقي كويسه كده وتقومي تلعبي. ها المره الجايه اجي الاقيكي ملونه كل ال بصي بصي عروسه عروسه تانيه تلوني بقى كل ده. اوكي كله يبقى الوان. بصي الحمد لله سلامتها وعقبال الجراحة بقى ان شاء الله وكله يبقى كويس. كمية الألم اللي بيتألموها من اسبوعين كده تعبت ودخلت المستشفى، فكنت لازم يحطوا لي محاليل وحديد وحاجات كده. لغاية دلوقتي ايديا الكانيلا يعني ايدي ورمه جدا جدا وجعاني جدا. قعدت اقول يا ربي امال الولاد اللي بيشقوا صدرهم دول وخياطه والكنله دي بتفضل طول الوقت
بصوا قد ايه، بصوا قد ايه ايديها اصلا اللي فيها الكانيلا، يعني حاجه بجد ابطال والله العظيم. احنا معانا ابطال وربنا فعلا 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 يعني مديهم صبر ومديهم قوه غير طبيعيه. دلوقتي احنا يعني ما زلنا في جراحات بتدخل، الجراحات دي طبعا جراحات معقدة جدا 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 جدا. ندى البطلة جاهزة؟ جاهزة؟ بس انا جبتلك شوكولاتة وجبتلك الوان، بتعرفي تلوني؟ بعد بقى ما تخرجي اجيبلك لعبة احلى. خلاص مش هيديك، زعلانة ليه؟ مش تحسي بحاجة خالص وتبقي قوية وحلوة. ماشي؟ هتشيلوها ولا هتقعد على الكرسي؟ ما تعيطوش. لا ايه ده؟ ليه بتعيطوا؟ ايه ده؟ تفائلوا بالخير تجدوه، مش كده كده انتوا بتوتروها. لا لا لا، لا هتروح مع بابا، هتروح مع بابا. اه يلا مش بتعرفي، مش اتفقنا امبارح؟ مش احنا اتفقنا امبارح ان كله هيبقى كويس ان شاء الله؟ ايه بابا ده؟ انتي اقوى، مش تعملي حاجه خالص، هتخفي ان شاء الله باذن الله، مش هنروح لدكتور تاني. المفروض تبقي مبسوط تقولي الحمد لله. تسمي. طب والله العظيم قوية، برافو عليها حبيبتي. اهو ما مش هنسيبك خالص، تعالي ادخل، مش هنسيبك. عارفة وانتي هنا بابا وماما هيبقوا واقفين هنا مستنينك، محدش هيروح اي حتة ولا حد هيمشي، كله هيبقى مستنيكي. والله العظيم انتي اشطر واحدة شفتها في حياتي، مش كده؟ ان شاء الله ربنا هيكرمك. قوليلي على لعبة بقى احضرها اما تطلعي. ليه؟ ليه؟ عروسة؟ ولا مطبخ؟ ولا ايه؟ تحب ايه اكتر؟ تلعب بايه هي؟ تلعبي بايه؟ بيبش.
هي مش خايفه على فكره. انتوا اللي موترنا وموترنها. ده هي جميله جدا والله العظيم، الوحيده شفتها في حياتي من يوم من 15 سنه. بيبتي انا اللي بحبك قوي، شاطره قوي. الدكتور قال كل حاجه ان شاء الله هتبقى كويسه قوي 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 ان شاء الله. مش تحسي بحاجه، تدخلي تنامي وتصحي تلاقي بابا وماما واقفين. ماشي ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله. وبعدين انت كنت متماسك امبارح، ايه اللي حصل لك؟ بنتي برضه ايه اليوم اللي ان شاء الله ربنا يعني مش عارف بصراحه اتكلم الله. بتروحي والله في سنه كام؟ مش عارفة في سنة كام؟ كام؟ سنة تانية. تانية؟ خلاص. خلصتي خلاص؟ بجد؟ تانية ابتدائي صعبة قوي. وجبتي النمر حلوة؟ يعني شاطرة ولا نص نص؟ شاطرة. بجد؟ يعني كام على كام كده؟ أشطر حاجة فيها إيه؟ حساب ولا عربي ولا إنجليزي؟ مش احنا هنعمل اشعة بس، هناخد صورة كده ونرجع على طول. متقعدوش تعيطوا بقى. يلا قولي لها لا اله الا الله. كمية الاسى والالم اللي بيشوفها الاهل، صحيح بيقعدوا كتير قوي 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 عشان يوصلوا لهنا، لكن لما بتيجي لحظه دخول العمليات ربنا يا رب ما يوري اي حد، ربنا يعافيهم ويشفي لهم بنتهم. عارفه ان ابنك داخل دلوقتي يشق صدره ويعمل عمليه قلب مفتوح وجراحه دقيقه جدا، اتقالك قبل كده ان هي مش هتتعمل، وتقالك قبل كده انها ما تنفعش، وتقالك قبل كده انها حالة صعبة جدا جدا جدا. ادعوا بقى، ادعوا واقروا القرآن ان شاء الله كلنا نطمن. والله يعني الراجل جوه هايل والله، ان شاء الله باذن الله كل حاجة تبقى كويسة ان شاء الله. دلوقتي هنطلع نبارك لكل عمليات القسطره اللي طلعت امبارح، اللي ان شاء الله باذن الله تكون احسن. في قسطره علاجيه بندخل نعمل تصليح بالقسطره، وفي بندخل نوسع الشريان عشان الدم يوصل احسن، عشان القلب يبقى بحاله جيده واحنا بنعمل
الجراحة الكبيرة. القسطرة برضو مكلفة جدا على فكرة. عليا احنا زورناها امبارح لما مامتها نزلت جابت لها لبس، وقلنا لها ان احنا هنجيب لها هدية. هنا؟ ايوه عليا هنا صح. اهلا وسهلا، جبنا اللعب عشان وعدتك امبارح. الله لبستي لبس جديد تحفه، ازاي ده اللي ماما جابته امبارح؟ تحفه، حلو قوي. اوكي اوكي بصي، تعرفي تلوني ولا لا؟ بتعرفي بجد؟ طيب دي تلوينه اهي، دي شوكولاته عشان نتخن شويه، وده مطبخ، ايه رايك؟ مش عايزه تطبخي لماما؟ حلو؟ خلاص يا ابتسامة. بس اللبس طلع حلو جدا جدا، والتوك وبتاع ماما مروقاكي. الحمد لله على السلامة. بقيتي كويسة حبيبتي؟ لا عفو حبيبتي، انت اللي شكرا والله. بقيتي كويسة ولا لا؟ الحمد لله. طيب هتفتحي ايه الاول؟ هتلوني الاول ولا هنلعب بالمطبخ الاول ولا ايه؟ تلوني؟ خلاص يبقى ماما تشيل دي جنبك بقى هنا. لا بكره اجي بقى الاقيكي ملونه صوره حلوه، اوكي؟ تقعدي تتسلي كده وتلوني، واجي الاقيكي بقى اختاري اي صوره، وبكره عشان نوريها للناس لونتيها حلو ازاي، اوكي؟ الحمد لله على سلامتها حبيبتي. وعايز قالوا لك عملت ايه جوه؟ سالت امبارح الدكتوره امل، قالت لي وسعنا شريان الاورطي، بس هي لسه لها جراحه يعني. ان شاء الله يعني فضل ربنا وفضل حضرتك ان شاء الله. ربنا معانا ان شاء الله. كل الناس اللي ربنا يخليكي حبيبتي، كل الناس اللي بتعمل قساطر دي بتوزع الشرايين عشان الدم بيمشي بطريقه احسن، ودي عمليه برضو مش سهله، ولكن عمليه بتحسن جدا من صحه الطفل، وبنحضره للجراحه. ما هو لابسين عشان خارجين. ايه ماشيه، ايه ماشيه، ايه بتمشي يا جماعه واحنا بنفضل قاعدين يعني. ماشي يا ايه. اهلا اهلا وسهلا، جبنا العربيه وايه القصه دي؟ ومسرحين ولابسين واخر حلاوه، تحفه شعرك تحفة. مروح خلاص الحمد لله. تفضل، وحاطين لك بطاريات وكل حاجة، والعربية نفسها بتتشحن، والريموت حاطين لك فيه بطاريات. انا عايزة اكلمها. طب ما تكلمني يا ريت. عايزة اكلمها في التليفون. ما ينفعش التليفون. ما ينفعش وش كده، لازم التليفون. ولا شكرا، هيقول لك تحيا مصر. الله، هتقولي تحيا مصر؟ ايه؟ اقولها تحيا مصر،
والف شكر يا استاذ رها. لا مش عايزه الف شكر، عايزه تحيا مصر بس. الناس هتقول عليك صغنن، هيقولوا القطه كلت لسانك. لا العربيه بتاعتي. ايوه يلا نتصور. ربيع الكسوف. يلا نتصور كلنا مع بعض. ربنا يبارك. مين معاه موبايل؟ بنشكرهم حضرتك ولأسرة البرنامج وكل واحد ساهم في شفاء الأطفال، ونشكره ربنا ونشكره حضرتك. عايزين الناس تكمل معانا بقى عشان نعمل الجراحة. بارك فيك وفي أولادك. مشوار طويل برضو. مشوار طويل. يا ريت الناس كلها تتبرع. يا ريت. قدامنا مشوار لسه. الناس ما بتفهمش إن هو مشوار طويل. لسه رمزية كده، لسه قدامنا مشوار. ربنا بس يكملها على خير يا رب. ادعي. شكرا ربنا وليك يا ربنا. ربنا يخليك. تساهم وشارك في الخير يا رب. ربنا يخليك. ورؤوسة البرنامج وكل اللي ساهم. الناس بس اللي بتتبرع اللي تكمل معانا عشان ما تضيعش مجهودنا ده. نشكرهم على التبرع اللي عملوه معانا وسعادة أطفالنا كلنا إن شاء الله. الحمد لله على سلامته. مبسوطة إن الأهالي بقى عندها وعي، إنها فاهمة إن الموضوع درجات. هنوسع شريان وبعدين هنعمل جراحة وبعدين بعد 7-8 سنين هنعمل تدخل جراحي تاني، وبعدين هي 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 كده لغاية ما. وبين كل ده عايشين حياة طبيعية خالص، بيدرسوا بياكلوا بيشربوا بيتجوزوا بيخلفوا وكل حاجة، بتساهموا انهم يعيشوا، لانهم من غير ربنا من غيركم كانوا هيموتوا. يا رب تعرفوا قيمة اللي بنعمله ده، ومش هتعرفوه غير لما تحطوا نفسكم في مكان الناس دي. يعني لما تقعدوا في مكان الناس دي وتتخيل لا قدر الله ان ابنك او بنتك اللي كده، هتعرف انه حاجة مهمة جدا جدا وعظيمة جدا. تحيا مصر بالمصريين، تحيا مصر بيكو مش بأي حد تاني والله، تحيا مصر بيكو، انتوا شعب عظيم، انتوا شعب فعلا بيقف في ظهر بعض وجنب بعض.